الشرقة تحتضن مؤتمر الأعمال الموريتاني الخليجي، فهل تنجح نواكشوط في إقناع المستثمرين العرب؟ المقرر الأممي الخاص بتعذيب نواكشوط بدعوة من الحكومة، بعض المنظمات تنتقد واقع السجون. المركز الصحي بتجيكجا يعاني من نقص في بعض التخصصات الطبية المهمة. أينما كنتم مشاهدينا الكرام، حياكم الله، أولا بكم إلى تفاصيل فترتنا المسائية أخبار الساحنة التي نقدمها لك من العاصمة الموريتانية نواكشوط. تحتضن إمارة الشارقة أشغال المؤتمر الخليجي الموريتاني للأعمال، ويهدف المؤتمر إلى جذب الاستثمارات إلى موريتانيا مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الزراعة والمعادن وصيد البحر والثروة الحيوانية. ويأتي هذا المؤتمر في إطار جهود الحكومة الموريتانية الرامية إلى الاستفادة من تدفق الاستثمارات الخليجية على بلدان شمال إفريقيا. الحكومة الموريتانية تنقل معركتها لجذب الاستثمارات إلى الخليج العربي وتحديدا إلى الإمارات العربية المتحدة، فصل جديد من فصول البحث عن موطئ قدم في عالم الاستثمار، خاصة في البلدان العربية التي تتدفق استثماراتها وأموالها على مناطق عديدة من العالم. موريتانيا سيكون عليها الإقناع شركائها وأصدقائها العرب الخليجيين بوجاهة سياستها الاقتصادية وسياستها في مجال جذب وتحفيز الاستثمار. سيكون على الحكومة خلال يومين من الاجتماعات والنقاشات تقديم الوجه اللائق لقانون الضرائب والنظام الجبائي غير الطارد وللبيئة المرحبة بالمستثمرين، وعندها لذلك قطاعات اقتصادية حيوية ونشطة مثل المعادن وقطاع الثروة السمكية والزراعة والثروة الحيوانية. لذلك تم اختيار الوفد الوزاري على ما يبدو بعناية، حيث يشارك في مؤتمر الأعمال الموريتاني الخليجي هذا وزراء هذه القطاعات، كل واحد يحمل في جعبته محفزات ومهدئات لطمأنة المستثمر الخليجي. الحكومة تقول إن بيئة الاستثمار في موريتانيا ليست طاردة، لا سيما بعد تعديل قانون الاستثمار وإنشاء منطقة واذب الحرة. جملة من النصوص القانونية في ظاهرها جاذبة، لكن على ممثل موريتانيا في هذا المؤتمر أن يقنعوا ويقدموا ما يريده المستثمر من شروط وضمانات للاستثمار، وفي ذلك نظام مصرفي جيد ونظام مالي جدير بالثقة وأجهزة ضريبية وجبائية تعمل على كسب ثقة رؤوس الأموال ومزيد من التسهيلات. في يناير 2015 جاء مستثمرون من الخليج وهيئات تمويل إلى قاعة قصر المؤتمرات بنواكشوط للاستماع إلى المقدرات والإمكانات الموريتانية في مجال الاستثمار في أول مؤتمر موريتاني حول الاستثمار. توصيات بالجملة على الأوراق، فهل يكون مؤتمر الشارقة تجسيدا عمليا لها؟ قرين مينو، ساحل تي في. مشاهدينا الكرام، لنقاش افاقي المؤتمر ينضم لنا هنا في الاستديو الدكتور عبد الله ولواه، وهو استاذ الاقتصاد والتسيير بجامعه نواكشوط. اهلا بكم ضيفي الكريم، بدايه نشكركم على تلبيه الدعوه. دكتور عبد الله، هل برايك بامكان موريتانيا اقناع الخليجيين بوجاهه سياساتها في مجال جذب وتحفيز الاستثمار؟ لنفهم هذه القضيه لابد من نعرف ما هي سياسه الاستثمار. الاستثمار هو مستثمر، يعني حد عنده رأس مال يريد أن يستثمره في قطاع اقتصادي يمكنه من أن يخلق ربحا أو أن يدر بالربح عليه. هذا هو تعريف الاستثمار. من درى كان موريتانيا في القطاعات الأربعة اللي قلنا، اللي هو المعادن والزراعة والثروة الحيوانية والصيد، هي بلد له فرص استثمارية وله سياسة استثمارية قادرة على جذب الاستثمار. هذا هو السؤال. طبعا من الناحية الطبيعية والجغرافية موريتانيا لها كثير من الموارد الطبيعية وهذا لا خلاف عليه. من الناحية من ناحية سياسة الاستثمار، هناك من ساعة اللي موريتانيا موجودة وخصوصا من 30 سنة هناك مدونات، مدونة للاستثمار، تلو المدونة للاستثمار على الأحرف
هناك كثير من التحفيزات الجبائية والتحفيزات الضريبية والتحفيزات في كل مجال، إلا أن المستثمرين اللي جاءوا الموريتاني في الماضي من الخليج أو الأجانب من أوروبا ومن أمريكا، إذا خرصوا تاريخ استثمارهم للحقوق، المحصلة النهائية هي محصلة لا تشجع على الاستثمار. في مجال المعادن كثير من المستثمرين اللي جاءوا نجحوا منهم اثنين، واحد في النحاس وواحد في الذهب، وجميع الرخص الاستثمار في مجال المعادن إلى حد الآن ما حصل منهم نتيجة. هذا يطرح سؤال بالنسبة للعرب اللي استثمروا في مجال البنوك واستثمروا في الزراعة، كثير منهم رجع. إذن هناك بيئة مشجعة من الناحية القانونية كذا كذا، ولكن في العمق البيئة المشجعة هي البيئة التي تتصف بالثقة وتتصف بنظام مصرفي قوي وتتصف بوجود كوادر بشرية فعالة وتتصف بسوق يكون جاذب. والسوق الموريتاني هو السوق لا يكفي للاستثمار. دكتور، هل نفهم من خلال كلامكم أنه موريتانيا اليوم انطلاقا من هذا التشخيص الذي قدمتم غير قادرة على إقناع المستثمرين العرب بسياساتها الاستثمار؟ شو هناك مستويين من الإقناع. إذا كان أنهم العرب أشقاء ويريدون أن يستثمرون في بلدنا هذا نقدر نقنعهم، ولكن إذا كان من ناحية الإقناع بجدوية الاستثمار في بلدنا إلى حد الآن هناك كثير من الاستفهامات، وهناك كثير من المستثمرين العرب جاءوا مثل الراجحي وذهبوا، ومثلا في مجال البنوك في منذ 30 سنة فيه مستثمر سعودي شهير وهو الشيخ صالح وذهب، وفي مجال المعادن شركات مثل إكستراتا ومثل تيلوي جاءوا الموريتاني وذهبوا. إذن المشكلة شنو هي؟ المشكلة في العمر، هي الإدارة الموريتانية لا تتعامل على المستوى الحقيقي وليس على الحق، على الواقع، على مستوى مثلا النظري، ولكن على مستوى الواقع، وخصوصا القضاء الموريتاني عنده كثير من المشاكل في المجال النزاعات التجارية. دكتور استسمح على المقطع، هناك نقطة تطرقتم لها أنه هناك مدونة استثمار، وهذه المدونة دكتور تحمل إجراءات جاذبة للاستثمار. ما الذي برأيك بشكل مفصل يمنع المستثمرين إذن من التوجه إلى موريتانيا؟ شو أولا عدم وجود بنية تحتية فعالة. شو مجال الطاقة، على الرغم من الاستثمارات اللي عدت موريتانيا في مجال الطاقة ما يكفي من الطاقة هون لتعداد الصناعات استخراء كبيرة. في مجال مثلا عوامل الانتاج اللي هو مثلا سعر البنزين في موريتانيا اللي على الرغم من تدهوره في العالم ب 70% ما زال هذا، وذاك يدخل كمثلا عنصر اساسي. وين هم الكوادر الموريتانية الفعالة؟ يعني مثلا المعادن ما موجود الكوادر الموريتانية الفعالة، وأكثر الكوادر اللي يمكن أن تكون فعالة في الخارج ولا تأتي إلى موريتانيا. في مجال الإدارة فيه فساد وهذا معروف، وفي مجال القضاء وهذا هو أهم خالق بيلي أي مستثمر لا يجي للبلد لا بدار من يعود مستقر عنده أمن قانوني إلى أن يدخل في النزاع في القضاء. القضاء ما عنده من التكوين الكافي في مجال النزاعات التجارية وفيه فساد مالي لطمأنة المستثمر. دكتور كسؤال أخير، جملة من المعوقات ذكرتموها ربما تمنع من الاستثمار الموريتاني، هل برأيك بإمكان مؤتمر الشارقة تجاوز هذه المعوقات؟ مؤتمر الشارقة لا يمكن أن يحل كل هذه المشاكل البنيوية في مجال القضاء، في مجال الكوادر البشرية، ولكن ممكن أن نجلب تمويل. موريتانيا ما قال لها التمويلات، قلت ترى تمويلات، ترى المشكلة هذه التمويلات من ترى كان هي اللي تعود استثمار حقيقي ناتج يجيب نتيجة. ونحن الاستثمارات في مجال الصيد ما جابت نتيجة، الاستثمارات في مجال الزراعة ما جابت نتيجة، والاستثمارات في مجال المعادن ما جابت نتيجة إلى حد الآن، ونرجو أن نكون تشخيص غير صادق. الدكتور عبد الله بلواه أستاذ الاقتصاد والتسيير بجامعة مكشوط، كنتم ضيفنا في هذه النشرة، شكرا جزيلا لكم مرة أخرى.
انتخبت موريتانيا نائبا لرئيس اللجنة الإفريقية لتمكين المرأة خلال اجتماعها الأول في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وتضمنت أعمال الدورة بالإضافة إلى انتخاب مكتب لجنة تمكين المرأة اعتماد نظام داخلي للهيئة ومناقشة التقارير المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة الإفريقية، تماشيا مع إعلان 2016 سنة لحقوق الإنسان في إفريقيا. يقوم المقرر الأممي الخاص المكلف بملف التعذيب خوان مانديس بزيارة عمل لموريتانيا بدعوة من الحكومة للتعرف على التقدم الحاصل في مجال الوقاية من التعذيب والحد من ممارسته داخل السجون. وتأتي زيارة المسؤول الأممي بعد إقرار البرلمان الموريتاني لقانون لمناهضة التعذيب وإنشاء آلية خاصة بالوقاية من التعذيب. وفي المقابل تنتقد منظمات حقوقية استمرار ممارسة التعذيب في المعتقلات. هذا هو إخوان مندس المقرر الخاص للأمم المتحدة المختص بقضايا التعذيب. سيكون عليه طيلة أسبوع كامل الوقوف على مدى تنفيذ القانون الخاص لمناهضة التعذيب ووضع آلية الوقاية من التعذيب حيز التنفيذ. خوان مندس مواطن أرجنتيني في الستينات من العمر، خاض تجربة مريرة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وفتح ممارسات التعذيب في أمريكا اللاتينية. في 2004 عينه الأمين العام للأمم المتحدة مستشارا خاصا للوقاية من المجازر، وفي 2010 اختير لتولي منصب المقرر الخاص المكلف بقضايا التعذيب والممارسات غير الإنسانية. زيارته لموريتانيا هي الأولى من نوعها وستكون فاتحة علاقة مع المنظومة الدولية. سيلتقي بوزراء ومسؤولين في جهاز القضاء والشرطة وبمنظمات المجتمع المدني، خطوة تؤكد بدون شك أن تعاونا جديدا يولد مع المنظمة الدولية للقضاء على أشكال التعذيب وإهانة الإنسان والمس من كرامته وبدنه. قانون مناهضة التعذيب وإنشاء آلية وطنية للوقاية منه هما حجر الزاوية في زيارة خوان مندس للبلاد. القانون المصادق عليه العام الماضي صنف التعذيب جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ونص على عقوبات تصل أحيانا إلى الحرمان من الحقوق المدنية والسجن المؤبد ضد ممارسي التعذيب من المنتسبين لقوات الأمن أو الجيش أو ممن يحملون صفة عمومية أو يتقلدون وظائف حكومية. فيما تعنى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بمراقبة أوضاع السجون وأماكن الاعتقال المختلفة، وتتشكل من نقابات المحامين والأطباء ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعة، وتتمتع بصلاحيات واسعة في مجال مكافحة التعذيب والوقوف في وجه ممارسيه. سيكون على مندس في المقابل الاستماع إلى الحديث عن تعرض أشخاص للعنف في مراكز للشرطة وتعرض السجناء لما اعتبره ذوهم إخفاء قسريا. ولإلقاء الضوء مشاهدينا الكرام أكثر على هذا الموضوع ينضم لنا هنا في الاستوديو السيد يزيد بيه والداي وهو الأمين التنفيذي لشبكة معا ضد التعذيب. أهلا بكم سيد يزيد بيه، بداية نشكركم على تلبية الدعوة. سيد يزيد بيه، برأيك ما الذي ستحمله زيارة المقرر الخاص بالتعذيب إلى موريتانيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. السلام. نشكر قناة الساحل. شكرا هذا الاستضافة اللي عدلت اللي جاي على كل حال وقت المناسب هو زيارة المقرر الأممي لأشكال التعذيب. نعرف على أن طبيعي لأن يعود مثلا المقرر يزور موريتانيا كيف المقررين السابقين له كيف قلنا رأسها أشكال العبودية المعاصرة وكيف مثلا المقرر لأشكال التمييز العنصري. إذا هذه مسألة على كل حال طبيعية مثلا تعد دولا وناشى على كل حال آلية وطنية لمراقبة السجون، يعود المقرر على كل حال يزورها لأجل الاطلاع على أحوال السجون وأحوال مثلا التعذيب إلى حد مثلا شكل مثلا موجود. إذا ياسم الأمر على كل حال طبيعي لأنه يجي يزورهم ويخرص مثلا يشوف مثلا مدى تطور الدولة الموريتانية بهذه الآلية الجديدة اللي على كل حال موافق عليها واللي مثلا بادرة جديدة مثلا بالنسبة لموريتانيا. ياسم من الزمن ما قطع على كل حال موريتانيا قاعد تكلمت في قضية التعذيب مش قاعد تقول عندها آلية وطنية لمناهضة التعذيب. إذا نرى على مثلا زيارة المقرر الأممي ندورة البادرة على كل حال مضبوطة بالنسبة لموريتانيا وجه جديد إن شاء الله للدعم الموريتاني في هذه المجالات. سيدي زيد بيه، سنعود إلى موريتانيا والآلية. موريتانيا وضعت آلية سيدي زيد بيه لمناهضة التعذيب، ما العراقيل برأيك التي تعترضها اليوم؟ وهل هذه الآلية تقترح صيغة ما مثلا بخصوص من تعرضوا للتعذيب في السابق؟ أنا ما متوافقين إلى قضية العرقلة به اللي ما فهم عرقلة على كل حال به اللي الدولة الموريتانية وقعت البروتوكول الاختياري مناهضة التعذيب اختيار من هي 2012 وعقب ذاك وخذ مرسوم من مجلس الوزراء
على مثلا جعل الآلية الوطنية لمناضل التعليم حيز التنفير، أنا على أنه قرن دار قانونها أمام البرلمان وصادق لي. إذا الدولار حالا من ضمن القانون اللي في الآلية، لأن إيش اللجنة اللي تعود موكلة باختيار المنظمات واختيار الأشخاص اللي يعودوا من هذه الهيئة، إذا هيك اللجنة مبارك معاها وفعلا قاعد قد تعود على كل حال حسب المعلومات الأخيرة عندي أنها قد تعود على تحيز مثلا توقيع. إذا مثلا ما فهم عراقيل ولين تأخذ هيك اللجنة على كل حال اللي يندار من ضمنها توكلها بعض على كل حال وكل الأشخاص اللي يديرها حسب اختيار هي اللجنة المستقلة في المجتمع المدني ممثل وفي جميع الهيئات اللي يصل معنيين بالملف، لا تعود مثلا تختار كل الأشخاص 5 من منظمات المجتمع المدني واثنين من المحامون واثنين من الأطباء واثنين شخصيتين اعتباريات واحد من الجامعة. إذن على كل حال مجموع الأعضاء للهيئة 12 عضو، أنا نيابتي عودي ك 12 عضو تنضرب في 2 ل 24 عضو تمشي الرئيس. سنتجاوز لأن الوقت يداهمنا إلى الشق الثاني من السؤال. قلت أنه هذه الآلية هل تقترح صغمة مثلا بخصوص من تعرضوا للتعذيب في السابق؟ هي الآلية على كل حال فيها جميع اللي يكفي الكامل، على كل حال حد معذب والله لا يعذب، إذا تم القانون يكفي لها كامل صيغته كاملة فيه من عند مثلا شيء كامل لا يعود على كل حال يرضي مثلا الهيئات الدولية منها من البيلية، الآلية معدلة لصيغة الهيئات الدولية اللي مثلا المملي على كل حال طارحين ذلك القوانين وبالتشاور على كل حال مع الدول الموريتانية، إذا شيء كامل يحمي على كل حال التعذيب ويحمي على كل حال متضررين من التعذيب، إذا فهم على كل حال طبيعي. كسؤال أخير السيد يزيد به، بعض الحقوقيين يرى أنه واقع السجون لم يتغير، هل فعلا ما زال التعذيب موجود؟ على كل حال شفت واقع السجون، احنا زرنا السجون على كل حال ولا في سجن جنا ولا أي جنال السجن اللي فيه السلفيين وسجن النساء، لأن ما في أي سجن قرر على أنه مثلا عدل وتعذيب. إذا مثلا بالنسبة لنا احنا واقع السجون تحسن حتى باللي كان على كل في محلات مكرية كانوا لاستضافة السجناء، وعادت الدولة على كل حال عندها السجن اللي عاد موجود وفي السجن من وادي يقول تحسنت من مسألة السجون. والتعليم يعني ما احنا بعد بالنسبة لنا اللي يقول الناس الثانية على كل حال ما نعرفه، قال احنا اللي مثلا معنيين على كل حال بهذه المسألة وصلنا السجون على كل حال ما فهم أي حد بين على أنهم تعليم. شكرا جزيلا لكم السيد يزيد به والدائي الأمين التنفيذي لشبكة معا ضد التعذيب، كنتم ضيفنا في هذه النشرة، شكرا جزيلا لكم مرة أخرى. ونفتح لنا مشاهدينا الكرام نافذتنا على تقانت. يعاني المركز الصحي بمدينة تجكجة عاصمة ولاية تقانت وسط موريتانيا من نقص بعض التخصصات الطبية، ويأمل القائمون على المركز أن يتمكن من سد تلك النواقص قريبا. مراجعو هذه المؤسسة الصحية يختلفون في تقييم ما تقدمه من خدمات بين منتقد لها وآخر يرى أنها تقوم بما يلزم. عبارات وحرقة ارتسمت على محيا هذا الشيخ وهو يحاول شاهدا أن يصف مدى الألم الذي يعتصره، فالمرض على ما يبدو أكبر من أن يصبر عليه الكبار. هنا شيء قال له برستاد، وهنا شيء قال له حجار الكلى، وهذا كامل عينا نطيحه قاع نعوده مات قاع في الفياقة. وهاي المرة اللي هي جابنا مولانا إله لهم هم، ومنين جابنا مولانا إله لهم ذاك الله يعدلنا منزلين فيه البركة. هذا جانب من حال المركز الصحي بمدينة تشكجة الذي أنفقت عليه أموال طائلة ليوافر بات مرتاد الخدمة الصحية، ورغم التحسينات إلا أن هناك بعض النواقص، ما زال طريق البحث عن استكمالها جار كما تقول الجهات المختصة. مازال ناقصنا أساسا طبيب أطفال، ما عندنا هون طبيب أطفال ولا فيه هون قسم للأطفال، وكذلك طبيب والله بعد فني عالي على الأقل للأمراض الجلدية والأمراض العيون. هذا من النواقص اللي احنا فاصلين فيهم، المؤسسة هم فاصلة فيهم ولا فيه تخصصات في ذا المجال، بينما التخصصات الأخرى الحمد لله هي مغطية كيف المخبر وكيف كذا. هذا المستشفى مولته الكويت في تسعينات القرن الماضي وجهزته بأحسن التجهيزات،
وأصبح الرافد الصحي الأول في موريتانيا، ودعمته بأطقم أجنبية، إلا أن انسحابها منه بعد حربها في التسعينات أثر على الخدمات الصحية المقدمة فيه بحسب الشهادات التي عايشت الحقبتين. صدقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأخير على مرسوم ينظم نقل اللحوم الحمراء في الوسط الحضري وبين المدن، وتعتزم وزارة البيطرة استجلاب سيارات خاصة بنقل اللحوم تتوفر على المعايير الصحية المطلوبة. وأخيرا صادق مجلس الوزراء الموريتاني على مشروع مرسوم يقضي بتنظيم نقل اللحوم الحمراء في الوسط الحضري وبين المدن. المشروع الجديد يهدف حسب بيان الحكومة إلى تحديد شروط الحصول على تراخيص نقل اللحوم الحمراء في الوسط الحضري وشبه الحضري والظروف الصحية المقبولة. عملية ذبح ونقل اللحوم وتوزيعها تشهد فوضوية منذ عقود من الزمن، يصفها المختصون بأنها لا تخضع للقواعد الصحية المطلوبة بفعل غياب آليات الرقابة ووسائل النقل المناسبة لحفظ هذه المادة الحيوية التي تعتبر عصب حياة الموريتانيين. أوضاع اللحوم الحمراء في موريتانيا، يرى كثيرون أن مخاطرها على المواطن بالغة، فهل يستطيع الإجراء الجديد ضبط الفوضوية السائدة في هذا القطاع؟ أو على الأقل الحد منها، أم أن العملية معقدة وتحتاج إلى مجموعة إجراءات تبدأ بنشر الوعي أولا بخطر الوضعية على الصحة العامة؟ نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، هذا تذكير بالعناوين. الشرقة تحتضن مؤتمر الأعمال الموريتاني الخليج، فهل تنجح الورشوط في إقناع المستثمرين العرب؟ المقرر الأممي الخاص بالتعريف نواكشوط بدعوة من الحكومة، وبعض المنظمات تنتقد واقع السجون. كما تابعتم ضمن هذه النشرة، المركز الصحي بتشكجة يعاني من نقص في بعض التخصصات. مشاهدينا الكرام، للمزيد طبعا زوروا موقعنا على صفحة الانترنت www.sahel.tv. لكم تحية من الفريق المداوم، تحيانا جميعا والسلام عليكم.